لتمكين المراسل التلفزيوني من أداء مهمته على أكمل وجه في كتابة التقارير وسبل تغطية الأخبار وصياغة القصة الخبرية، دعت مؤسسة حرية إلى تنظيم دورة تدريبية متقدمة للمراسل التلفزيوني المحترف ل21 مراسلا من 8 قنوات محلية وخاصة. لاحظت مؤسسة حرية أن هناك قصور كبير لدى الكثير من الزملاء المراسلين للقنوات التلفزيونية المحلية، يعملون بطريقة غير مهنية وغير احترافية، فحاولت مؤسسة حرية من خلال هذه الدورة أن تطور العمل الإعلامي وأن تطور أداء المراسلين التلفزيونيين حتى يرتقوا إلى مصاف القنوات العربية الإقليمية. المشاركون في الدورة تلقوا خلال 6 أيام تدريبات مكثفة على أساليب العمل التلفزيوني الأمثل. الفكرة من هذا التدريب هي فيها جانب نظري اللي هو تأطير لاستراتيجيات التواصل، حالة الارتباك، حالة التشوش، حالة الغموض أحيانا التي تسود في العملية التواصلية، كيف ممكن نحلها من وجهة نظر نظرية. بعد ذلك احنا سياقنا في آخر المطاف هو التلفزيون، فيجب أن تكون صياغة النص، فن الإلقاء، كتابة القصص التلفزيونية تخضع لميكانيزمات الصورة وليس العكس. معارف وخبرات استفدنا منها استفادة كبيرة، وأتمنى أن يحظى كثير من زملائنا بمثل هذه الدورات التي ستخدمهم كثير في مجال عملهم. المتدربون أكدوا أهمية الرسالة الإعلامية وضرورة أن يتحلى المراسل بصفات تمكنه من أداء عمله بمهنية، مشيدين بدور المؤسسة في الارتقاء بعمل المراسل والمذيع وتمكينه من أدوات العمل، معربين عن استمرار هذه الدورات في المجالات الإعلامية كافة. سامي الحجري، اليمن اليوم.